بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والاخلاص. وصلنا معكم الى الدرس الخامس والخمسون الحركه. مفهوم الحركه يبدا بمفهوم الحركه دائما التنقيح المفاهيمي الاطار المفاهيمي. لقد اتضح من خلال البحوث السابقة مفهوم الحركة أيضا خروج من القوة إلى الفعل بدون الخروج من القوة إلى الفعل فلا معنى للحركة إذن الحركة ميتافيزيقية الحركة فلسفيا هي دائما حركة تكاملية ما عندنا فلسفيا حركة إلى النقص أبدا أبدا خذها قاعدة الحركة التسافلية في نظام القيم وليس في نظام التكوين في نظام الميتافيزيقا في نظام القيم يتسافر الإنسان وهذا نظام القيم غير نظام الميتافيزيقا غير نظام التكوين أما في نظام التكوين المؤمن يتكامل والفاسق يتكامل المؤمن يتكامل نورانيا والفاسق يتكامل ظلمانيا في نظام القيم المؤمن صاحب قيمة فضيلة والفاسق صاحب رذيلة يجب أن نفكك بين النظمين إذا الحركة هي خروج من القوة إلى الفعل والفعل دائما أرقى من القوة الفعلية دائما أرقى من القوة وظفرنا بتعريف بسيط لها هو عبارة عن التغير التدريجي يعني الخروج من القوة إلى الفعل تدريجيا وقد ذكروا للحركة تعريفات أخرى أشرنا إلى بعضها ضمن الدروس التي مرت ومن جملتها خروج الشيء تجريد تدريجيا من القوة إلى الفعل، هذا هو التعريف عند المتأخرين، أرسطو عرفها بتعريف مغلق بربري، بربري يعني وحشي، وهنا تعريف آخر منقول عن أرسطو وهو كمال أول لموجود بالقوة من جهة أنه بالقوة، كمال أول لأن المتحرك دائما لا يقصد نهاية الحركة. يقصد نهاية الحركة وما وراء الحركة. إذا كان نهاية الحركة كيف تتحقق؟ تتحقق بالحركة. إذا الحركة, الحركة كمال أول لوصول إلى غاية. نعم لوصول إلى غاية، الغاية هي الكمال الثاني. إذا ما هي الحركة في رؤية أرسطو كمال الاول لموجود بالقوه من حيث جهه من حيث من جهه انه بالقوه يعني من حيث انه بالقوه لانه اذا كان من حيث انه بالفعل لا يتكامل خلاص لا ليس في حركه ليس في تدرج نعم فالشيء الذي يتحرك نحو الف فهذا الحركه كمال اول ليصل الى الف الكمال الثاني ومتى يصل يعني متى يتدرج حتى يصل إذا كان بالقوة إذا كان بالفعل ما يتحرك بعد مشبع إذاً الحركة دائماً فيه عدم إشباع وعدم الإشباع هذا يتحرك نحو الإشباع تدريجياً فما جيد هذه النقطة كمال أول لموجود هذا الموجود الذي يتحرك حركة كمال له بالقوة لموجود بالقوة من حيثنا بالقوة إذا كان بالفعل فأشبع خلاص لا يتحرك الذي وصل إلى مقصده يقول خلاص وصلت حركة لا معنى له نعم الذي أشرنا إليه في الدرس الأربعين ومقصود منه أن الموجود الذي يتمتع بالقوة والاستعداد لكمال لكمال ثاني وهو الآن فاقد له فهو يسير نحوه في ظل شروط خاصة وهذا السير مقدمة للوصول للكمال المطلوب وإضافة قيد الحيثية من جهة أنه بالقوة لاحتراز من الصور النوعيه الموجوده للمتحرك وكذلك الصوره الصوره الموجوده للمتحرك مشبعه ولهذا قلت لكم ليس الفسيله التي تصير ترابا وليس الفسيله التي تصير نخله وانما القوه يعني الفسيله باعتبار قوتها وليس الفسيله باعتبار فعليتها فتعريف ارسطو يبين هذه النقطة الجميلة نعم لإحتراز من الصور النوعية الموجودة للمتحرك عنده صورة عنده إشباع لكن ما عنده إشباع من ناحية أخرى من حيث أنه بالقوة فالفسيلة ليست مشبعة ترابا وليست مشبعة نخلة التراب إذا فسدت يعني لم توضع في شروط الموضوعية فتفسد وتروح إلى التراب إذا ليست مشبعة في ترابيتها تقول عجيب شيخنا هي فسيلة مشبعة في فسيليتها في صورتها النوعية أما في مادتها الحاملة لقوة التراب ليست مشبعة يعني التراب موجود بالقوة في الفسيلة والنخلة موجودة بالقوة في الفسيلة إذا الفسيلة تتحرك نخلويا في أي جهة في فسيليتها لا 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 في قوتها في استعدادها لأن كل موجود بالقوة آه شئنا ام ابينا صوره نوعيه تعتبر كمالا اول نعم لكن ليس هذه هي مناط الحركه لكن هذا الكمال الاول من جهه ما له من فعليه وليس من جهه ما له بالقوه ولا علاقه له بالحركه ولهذا الفسيله لا تصير نخله ابدا ولا تصير ترابا ابدا الذي يصير نخله هو القوه من حيث وبالقوه اما كون الحركه كمال للجسم وبالحظ ما له بالقوه وأما أنه أما أنه أول فهو بلحاظ مقدمي مقدميات للوصول إلى الغاية طبعا الحركة ليست مطلوبة بالذات مطلوب هو المقصد فهي كمال أول كمقدمة للوصول إلى المقصد فالتعريف الأول يرجح يرجح التعريف الأخرى من حيث قلة الألفاظ ووضوح المفاهيم وإن كان كل واحد منها لا يمكن اعتباره حدا تاما بالاصطلاح المنطقي الحد التام يا شيخ العزيز اللي للواقعيات الماديه للنحاس الحديد من عنده ماده وصوره اما الحركه حيثيه سياتي بيان ان الحركه حيثيه وجود ربطي وجود ربطي لا معنى للجنس والفصل في تعريفه لان الحد التام مختص بالماهيات التي لها جنس وفصل ومفهوم الحركه من المعقولات الثانيه الفلسفيه يعني وجود ربطي يعني حيثيه نحو وجود المادي وهو ينتزع من كيفية وجود المتحرك نعم كيفية هذه ليست الكيفية المقولية كيفية يعني نحو ومفهوم الحركة من المعقولات الثانية الفلسفية قال مفهوم يعني نظم منطقي فنتحدث بالمفهومية يعني. وهو ينتزع من كيفية الوجود ينتزع يعني الأصل أصل ما هو النظم الخارجي النظم الخارجي ما هو؟ تعين، حيثية، تعي وجود ربطي. ولا يوجد في الخارج جوهر أو عرض باسم الحركة، يعني الحركة ليست لها المستقل. وإنما الحركة عبارة عن تدرج وجود الجوهر. وجود مادي، وجود الجوهر يا شيخ، وجود مادي. أو العرض. هنا, هنا ما زال في دائرة ما مخرج من المشاء ولكن لا يقول وجود الجوهر فضي يقول الجوهر ما هي والعرض وسيلانه على امتداد الزمن إذا الحركة كذلك مقدرة بالزمن وحتى بناء على رأي الشيخ الإشراق الذي يعتبر الحركة من المعقولات العرضية يعني مقولة ما هي فأنه لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار حدا تاما لها لأن المقولة جنس عال وليس له جنس ولا ليس لها جنس ولا فاصل نعم لا ادري هذا الكلام صحيح او غير صحيح نعم غير واضح بعض الامور غير واضحه في ذهنه الشريف وهو شاب ممكن في كباره وضحت واتضحت هذه المسائل المقوله يعني القيام بالغير اما من يملا بهذا القيام بالغير فهو واقعيات ماهيات واقعيه ماهيات واقعيه اذا كانت بسيطه لا تحتاج الى جنس وفصل اذا كانت مركبه كالجوار تحتاج الى جنس وفصل هكذا المساله فتعرف والملاحظه الاخرى التي يحسن التذكير بها هي ان التغيرات الدفعيه تنتزع من واحد من, وجود من وجودين او على الاقل من وجود وعدم عدم شيء واحد الحركة التغيرات الدفعية أمور عدمية ليست واقعيات ليس لها حظ واقعي أمور عدمية تنتمي إلى الأمور العدمية أما الحركة فهي تنتزع من وجود من وجود واحد وانبساطه في ظرف الزمان والمكان كذلك في الحركه في الاين مثلا نعم فقط هذه تنتزع يجب ان تلتفت اليها انا اكررها دائما لانها خطيره تنتزع لا يعني انك انت تاتي الى الوجود المادي الذي يتحرك وتستخرج حقيقه منه ابدا تنتزع بالادعاء تنتزع بالخرط لفهمها وتعدد المتغير والمتغير، المتغير والمتغير، نعم، المتغير والمتغير إليه إنما يكون بلحظ أجزائها بالقوة وهي دائما توجد وتنعدم، نعم، الانتقال من مرحلة إلى مرحلة في الحركة، المرحلة السابقة تندثر طبيعة الحركة، ف تنوجد اللاحقة ثم تندثر وتترك مجالها للاحقة حتى نصل إلى المقصد هذا هو مقصوده وتتعد وتت وتعدد المتغير المتغير إليه إنما يكون بلحاظ أجزائها بالقوة وهي دائما توجد وتنعدم لماذا؟ إنما إن الأجزاء بالفعل الحركة أجزاء بالفعل الحركة يعني عدم الحركة تخيل أنت الآن سيارة تمشي انطلقت من ألف إلى باء وألف بقي على فعليته بقى موجودا على فعليته يعني لم تتحرك السيارة يجب أن يندثر يخرج من دار الوجود هذا هو الحركة حركة ما سبق يندثر وعلة معدة للاحق ثم اللاحق يندثر علة معدة للاحق حتى نصل إلى المقصد نعم وتعدد المتغير والمتغير إليه إنما يكون المتغير يعني الجزء السابق والمتغير له يعني اللاحق إنما يكون بلحاظ أجزائها بالقوة لأنها ليست موجودة بالفعل وهي دائما توجد وتنعدم يعني اللاحق ينوجد والسابق ينعدم ولكن أي منها ليس له وجود بالفعل ولكن أي منها ليس له وجود بالفعل ما معنى هذا الحديث؟ يعني إذا لم يكن لها وجود بالفعل الحركة تنتفي. لا، مقصودها هو. مقصوده الجزء اندثر. هذا الجزء كذلك لا يبقى كثيرا، فيندثر. هذا هو طبيعة الحركة. يعني يحلل مفهوم الحركة. وبعبارة أخرى، يعني هو اشتم أن المسألة غير مفهومة. وبعبارة أخرى أن الحركة ليست مجموعة من الموجودات التي تتحقق متعاقبة. وهي موجوده لا ابدا وانما هي تنتزع من امتداد وجود واحد نعم وهذا الامتداد خيالي في النظم المنطقي في الخارج لا ما امتداد انتزاعي ويمكن تقسيمه عقلا عقلا يعني نظم منطقي نعم الى ما لا نهايه نعم قسمها كما تشاء انت ملايير جزء لان يعني الامتداد ينقسم الى ما لا نهايه ولكن تقسيمها الخارجي في النظم الخارجي غير النظم المنطقي يستلزم تحقق السكون وذهاب وذهاب وحدتها يعني تنتفي الحركة السكون يعني المقطع هذا الذي تركناه يبقى متحرك أم ساكن ساكن وهذا خلاف الحركة حركة خلاف السكون ملكة في مقابل عدم الملكة جيد هذا تعريف الحركة خروج من القوة إلى الفعل تدريجيا خلينا من تعريف أرسطو المعقد مع أننا بينا بعد تعريف الحركة في بعدها التصوري نأتي إلى هي البسيطة حركة موجودة أم لا؟ نعم الحركة موجودة يجب أن تلتفت جيدا الحركة موجودة هي بسيطة ما معنى؟ يعني الحركة من مصادق الوجود هذا هو الحمل الشائع قلت لكم الحمل الشائع لا يجري في الحكمة المتعالية النموذج الصدرائي لا يؤمن بالحمل الشائع في النموذج المهوي أعيد هذه المسألة جميلة جدا ولم أرى أستاذا ذكره معنى واضحة وجميلة جدا لماذا؟ لأنهم مبتلون ب سطوة الذين حكومة الذين عليهم دائما يقول مثلا الوجود أصيل حمل شاء حمل شاء بالمعنى المشائي غير معقول غير معقول الوجود أصيل حمل شاء تقول لي ماذا يقول لأن أن الوجود هو التحقق والأصالة هو التحقق بالذات ليس بالعرض عندنا مفهوما إذا كان عندنا مفهوما خرجنا من الحمل الأولي فأين نقع سيدي في الحمل الشاع لا محالة إذا هذا حمل شائع جيد سلمنا حمل شائع هل ينسجم مع مفهوم الحمل الشاع نجرب من أركان الحمل الشاع اندراج الموضوع تحت المحمول هذا الركن الأول ودائما يكون الاندراج اندراجا حيثيا لا يكون اندراجا ذاتيا وإلا بقينا في الحمل الأول إذا قلت الانسان عالمون تقول الإنسان مندرج تحت العلم الإندراج الذاتي يعني الإنسان هو عين العلم لا هذا حمل أولي لا الإنسان مندرج بحيثية الكاشفية التي يتمتع بها تحت عنوان العالم نسميه الإندراج الحيثي هذا الركن الأول الركن الثاني سلاية أثار المحمول لمن؟ للموضوع حتى تسري في مصادق الموضوع او افراد الموضوع هذا هو الحمد لله يعني الانسان عالم سرى العلم الى الانسان فيسري الى زيد الى ليله الى طه الى زينب بدون العلم لا يكون زيد عالما هو الذي يعطيه الاثار والكشفيه يكتب مقاله يكتب كتابا يحاضر محاضره دسمه هذا هو ركن الحمل الشائع عند المدرسه القديمه نأتي الآن إلى صدر المتعنين الوجود أصيل يجب أن يندرج الوجود تحت الأصالة هذا الركن الأول وأثار الوجود ما عنده أثر من أين تأتي الأثر من حيثياته هنا نأتي ونناقش المسألة الوجود لا يندرج ليس من صنخ المهيات حتى يندرج الوجود في مقابل العدم لا يندرج تحت شيء في مقابل العدم كيف يندرج هذه أولا ثانيا الوجود يندرج تحت حيثيات لهوية له كل حيثيات الوجود وجودات ربطية لهوية له هي وجود بنحو كيف يندرج تحت هوية لهوية له هذا الإشكال الثاني الإشكال الثالث كيف تسري الأثار للوجود الوجود هو منشأ الأثار أنتم تقولون الوجود منشأ الأثار فكيف تسر الاثار للوجود من, من حيثياته وهي لا هويه لها فالحمل الشائع بالمعنى الشائع والمتعارف لا يجري في الحكمه المتعاليه بالعكس نقول للحمل الشائع في الحكمه المتعاليه ركنان اندراج المحمول في متن الموضوع هذه الحيثيه هذا هو الوجود الرابط بالعكس تنقلب الايه المحمول يندرج تحت الموضوع. والآثار للموضوع. للموضوع فقط المحمول يبرز لنا أن الموضوع ينطوي على هذا الكمال اللي هو متنه وصميمه. نعم هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. إذن لا معنى للحمل الشائع بالمعنى المتعارف في الحكمة المتعالية نطبقه على بحثنا الحركة موجودة أو وجود حالية بسيطة الحركة وجود ربطي وجود ربطي لا هوية لها كيف تتصل بالوجود كيف تكون متنا لا تكون متنا إذا هي ليست تتصل بالوجود هي في ضمن متن في ضمن متن هو عين التحقق هذه على يعني مبنى صدر المتألين أما إذا بنينا على المشاة الحركة عرض عندهم ما هي قائمة بغيرها قائمة بمادة الحركة في مادة نعم هنا الماهية تتصل بالوجود فقد أبين لكم مقاربة الحركة في الانموذجين اذا بنينا ان الحركه عرض، آه والعرض ما هو ما هي قائمه بغيرها، اذا الماهيه تتصل بالوجود وتتحقق واصيله، اصيله يعني متن الا انه متن في غيره، متكي على غيره، نعم لقد أشرنا في الدرس الحادي والخمسين إلى أن طائفة من الفلاسفة اليونان الأقدمين من قبيل برمانديس وزينون الأليين قد أنكرت التغير هذه الطائفة التدريجي والحركة ويبدو هذا الكلام عجيبا لأول وهلة ويثير هذا السؤال فورا في ذهن القارئ والسامع بأن هؤلاء إما كانوا يشاهدون كل هذه الحركات المتنوعة وهم إما كانوا يتحركون على وجه الأرض أما سؤال أما كانوا يشاهدون كل هذه الحركات المتنوعة وهم أما كانوا يتحركون على وجه الأرض يعني خلاف شهود هذا هو معنى يتحدثون خلاف شهود نعم في قصة لا أدري مع بارمنديس أو مع زينون نسيت أنا هذه مطالعاتي في فلسفة تاريخ الفلسفة كان عالم مع بارمانديس او سينون فانكر الحركه في تاريخ الفلسفه يقول تحرك امامه بعضهم يقول تحرك فوقه ربما كان جالسا تحرك فوقه فاذا استشكل ما عنده حق يستشكل لان ما في حركه نعم ولكنه بالتعمق في كلامهم يتبين يتبين ان الموضوع ليس بهذه البساطه وحتى ان كلام بعض القائلين بالحركه والذين يدافعون عن وجودها بصلابه من قبيل بعض كلام الماركسيين يعود الى قول الاليائين المهم وسر الموضوع هو ان التغيرات التي تسمى بالحركه يعتبرها هؤلاء مجموعه من التغيرات الدفعيه المتعاقبه آن بعد آن وألف آن لا يعطي الإيم هذا الذي أشكل عليهم فمثلا حركة الجسم من نقطة إلى نقطة من نقطة ألف إلى نقطة باء من البصرة إلى الكوفة حسب زعمها حسب زعم هؤلاء عبارة عن استقراره بصورة متعاقبة في النقاط المتوسطة بين النقطتين المفروضتين استقراره يعني خلاف الحركة استقرار يعني اجزاء بالفعل وليست اجزاء بالقوه وهذا خلاف تعريف الحركه. اذا من ينكر الحركه لم يفهم تعريف الحركه ومن يقول بالحركه عرفها بطريقه خاصه. نعم وبعباره اخرى فانهم لم يقبلوا الحركه بعنوان كونها امرا تدريجيا متصلا هذا هو الذي بينته. وإنما يعتبرون مجموعة من السكونات المتعاقبة والسكون المتعاقب لا يشكل استمرارا أبدا ولهذا فإنه إذا وجد أشخاص آخرون يقولون بأجزاء الفعل الحركة فهم في الواقع قد التحقوا بقافلة المنكر للحركة الحركة ليس لها أجزاء بالفعل أبدا هذه طبيعة السيلان والحركة نعم ولكن الحقيقة هي أن وجود الحركة بعنوان أنها أمر تدريجي، يعني بوصفها أمرا تدريجيا، واحد ليس قابل للإنكار، أو واحد هذا خليه مع 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 الجملة السابقة، تصير هكذا العبارة، ولكن الحقيقة هي أن وجود الحركة بعنوان أنه أمر تدريجي واحد أو تقول هكذا ولكن الحقيقه هي ان وجود الحركه بوصفها امرا تدريجيا واحدا ليس قابلا للانكار، مستحيل. نعم. وحتى ان بعض مصادقها مثل التغير التدريجي للكيفيات النفسانيه مثل العلم، الانسان يخرج من الجهل البسيط الى الى العلم. يمكن ادراكه بالعلم الحضوري بالشهود الذي لا يقبل الخطا. ومنشا اشتباه الاليائين هذه مدرسه ما قبل سقراط شبهات حالت دون تحكيم وجدانهم وبداهتهم وبحل هذه الشبهات لا يبقى مجال للتردد في وجود الحركه الحركه الشهوديه صدقوني نعم الشهود الحسي الشهود الخيالي والشهود العقلي تساعدنا على ادراك الحركه نعم شبهات شبهات المنكرين لوجود الحركة وحلها يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ اللهم صلِّ على مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّد